هذا يعني شنو؟ يعني احنا نحتاج لمواجهة المد الثقافي الغربي الأجنبي المخالف لمنهج الإسلام ولمنهج أهل البيت، بحاجة إلى كوادر على مختلف المستويات العلمية كون عندها قدرة على تعليم الناس، تفهيم الناس، إرشاد الناس، وعظ الناس، حتى لا يؤثر فيهم تلك الأفكار المنحرفة. الآن تعال أنت اقرأ، خصوصا في جانب الشباب والشابات، كم من الناس تغيرت أفكارهم في النظرة إلى الأسرة، في النظرة إلى الأب، في النظرة إلى الأم، في النظرة إلى الصلاة، في النظرة إلى دين مختلف الطاعات والعبادات، في النظرة إلى المسجد، إلى حضور المأتم، إلى أشياء كثيرة متعلقة بأمر الدين. اصبر غور هؤلاء، شوف هذا التغير الحاصل من وين جاي. هؤلاء يحتاجون مو بس واحد يصعد على المنبر ويتكلم، هذا جزء من المسؤولية، ولا واحد يقعد على الطاولة ويألف كتاب أو يلقي محاضرة أو غير ذلك. لا، احنا بحاجة أكثر إلى أناس عندهم ثقافة وعندهم فكر وعندهم قدرة يكونون متواجدين بين الشباب وبين الشابات، يوجهون، ينصحون، يتكلمون، يرشدون، يوعظون. ترى هذه المهمة مو مهمة أرباب الحوزة فقط، نعم هي مسؤوليتهم الأولى وبالأولى، لكنها أيضا مسؤولية الكل. هذا ديننا وهذه عقيدتنا، وبالتالي احنا مسؤولين عن الدفاع عن ديننا وعن عقيدتنا، عن قيمنا، عن أخلاقياتنا، عن مبادئنا.